ثلاثة اثنين واحد هواء. تجربة التمثيل هي صحيح جديدة بالنسبة لي، وفيها يعني تحدي، لأنه أنا كنت متوقع أن الموضوع صحيح في فن وفي يعني إبداع وكل الممثلين مبدعين ومميزين، بس لما الواحد يجربها يستوعب أنه في صعوبة جدا كبيرة، تحدي كبير، أنه أنت كمذيع خاصة أنت قابلت الجمهور على مدى سنوات بشخصية معينة بتون معين، وهذا كله راح يتغير، راح تضطر أنك تغير التوناليتي وتغير الأسلوب واللهجة وكل شيء. سو فار يعني لحد الآن التجربة جدا رائعة. استوديو 21 خلينا نتكلم عنه، لأنه هو أو هي الفرصة اللي أعطتني دور ثابت في 30 حلقة. حبيت كثير أشياء حبيتها في هذا البرنامج أو هذا المسلسل. أولهم اختيار الشخصيات، اختيار الشخصيات ذكي جدا. الشيء الثاني اللي حبيته جدا فكرة هذا المسلسل هو نوع كوميديا مختلف وجديد وفريد من نوعه. احنا بنتكلم عن سيت كوم، عن كوميديا تعتمد على المواقف تضحك المشاهد اكثر من الكوميديا اللي تعتمد على الاداء وعلى ما حقول الابتذال، بس المبالغه في الرياكشنز وفي ردة الفعل. فهذا كمان يجعل المسلسل جدا ذكي ومميز في طرحه. الانتقال من تقديم برنامج زي MBC في أسبوع لاستوديو 21، ممكن تستغرب لو قلت لك إنه فيها بعض النقاط التشابه، لأنه من الأشياء اللي حمستني أنا أقبل هذا الدور إنه هو اسمه استوديو 21، يعني هو له علاقة بالإعلام، له علاقة بالإعلام. صحيح التجربة مختلفة، بس شخصية منال أول ما قرأت الديسكريبشن لها حبيت جدا، وقلت انا هذه الشخصيه، وممكن احاول، يعني حبيت انه اول تجربه تمثيل لي راح تكون من خلال هذه الشخصيه. كواليس MBC مختلفه تماما عن كواليس استوديو 21، لكن دائما الكوميديا تعتمد على المبالغه، لكن طبعا في اليمنتس او في عناصر موجوده في كل قناه تلفزيونيه، صح؟ وهذا الشيء اللي حاول الكاتب السيناريو والمخرج انه يحطها موجوده حتى للمشاهد اللي ما يعرف هذه الكواليس يحس انه هو يقدر يجمع نقاط ويتخيل. هذا الشيء جدا جميل في هذا المسلسل. شخصية المخرجة منال تشبهني في أشياء كثير. طبعا أنا درست برا، يعني درست إعلام 8 سنوات في كندا، ومنال هذه هي الشخصية اللي درست إخراج سينمائي في أمريكا وراجع على البلد، وهي يعني نقدر نقول أنه عندها طموح وأحلام وآمال للسماء لفوق، وجاية متحمسة متفائلة تتحقق وتطبق كل شيء تعلمته في سنوات دراستها، وتجي طبعا تنصدم بالواقع الأليم، تصدم أنه هذه القناة فيها صعوبات، فيها تحديات. تبتدي بمديرها شخصية أبو شاهر، هذه الشخصية اللي ما في أي جانب من جوانب الفساد، من نصب، من احتيال، من كل شيء يسوي أبو شاهر فينا، لكنها هي من كثر حماسها أنها هي بتدور على فرصة، وكان عندها أمل أنها توصل اللي بتحققه، وقعت العقد، وبعدين تبدأ الأحداث بالتسلسل ونشوف إيش راح يصير في قصة منال. طبعاً لأنها مخرجة اللبس لازم يكون كاجوال ويكون كذا فنكي، وكنت حابة دائماً ألبس كابس، وهذه ترى من الكابات اللي أنا كنت ألبسها في حياتي، وكانوا كل حدا يعني يقول والله تغريد شغف، إنه إيش قصة شغف، هي إيش تعبر شوية عن حماسي أنا في الشخصية وفي الواقع وأيضاً في شخصية منال. فصار أظن هذا الكاب الآن صار مشهور، أول كان بس يشوفوه أصدقائي، والآن صار حينشاف طبعاً على قناة كل العرب MBC. الإعلام بالنسبة لي هو الشيء الأساسي، وما عندي مانع أني أنا ممكن أعمل تجربة التمثيل، أنا استمتعت فيها بس مرة في السنة مش أكثر، يعني ما أعتقد حتى أنه أقدر أني أجمع بين الاثنين، لأنه التمثيل زي ما ذكرت قبل كذا أنه من المهام الصعبة جداً والشاقة اللي تأخذ من وقتك ومن جهدك، طاقتك تتكلم عن الجسدية وطاقتك الفكرية أيضاً، فصعب جداً أنه يتم الجمع بين الاثنين. استديو 21 على MBC1، رمضان يجمعنا.